Hello everybody, welcome back to my channel. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بجنة. طبعا انا كتير 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 تعبانة، هلا الساعة عندي 10 بالليل وصوتي كتير رايح. اوكي معي، شوف فيديو اليوم. فيديو اليوم بكرة الصبح نحنا كلياتنا طالعين على فيكند، او مثل ما بيقولوا عطلة صيفية. فتعالوا نجهز حالنا. انا ليش عم جهز حالي من هلا؟ هلا عندي الساعة 10، كنت بشتغل وكنت كتير 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 تعبانة. فتعالوا معي نجهز الأغراض من هلا وندب الأغراض سوا، ورجيكم أنا شو باخد معي وقت العطلات. سو أصدقائي، أهم الأغراض اللي حأخدها ورجيكم إياها على السريع. أول شي عندي هون مجموعة ماسكات، عندي كمان هون ماسك، عندي برايمر، عندي هون كريم ليلي، عندي بعض المكياجات الأساسية، عندي هون تبي مسح المكياج، عندي هون كمان علبة تعرفوها يمكن، تمام. دول أشياء أساسيات اللي حكمش ونحطهم هون. هاي الطاقية اللي حاخدها معي كتير مهمة، لابتوبي، آيبادي، وين آيبادي؟ أوكي، بكون بين هالكرش. وتعالوا ورجيكم شو حاخد كمان معي غراض. سو أصدقائي، هيك بكون أنا طبيت الشناتي. طبعاً مثل ما بكم شايفين أنا مالي أخذ كتير أغراض معي، بس أخذ الأشياء اللي كتير 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 مهمة، تمام. يلا بشوفكم أيمت وين بكرة إن شاء الله. The next day. Everybody welcome back to my channel. اليوم رجعت لكم باليوم الثاني من رحلتي، تمام. هلا أنا بالشارع، الساعة عندي 9، كنت بالشغل، خلصت من الشغل وإجيت لهون. شو عم تعملي معي بالمحطة؟ اوكي، انا اهلي كلياتهم راحوا على المنطقة قبل مني، وهلا انا بدي الحقهم. فبابا هلا جاي ياخذني حتى نروح على المنطقة، ويلا تعالوا معي. انا ناطره بابا ليجي، بس يجي بابا نروح سوا. تعالوا معي يلا. باب بمستار يلا نحن وصلنا، بس حابه اكون كتير 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 كتير, كتير تعبانه. فعم فكر اعمل شيء قصة، شوف فيلم او حط كوشار اتسطح شوي لبكره، نشوف شو بدنا نعمل بكره. لهيك تعالوا معي ورجيكم شو بدي اعمل، وكتير تعبانه. The next day. أصدقائي هلا أنا بالتاني يوم، شو وين أنا وشو رايحة هذا. أول شي حابة أعملكم فتلة بالبيت اللي أنا فيه، وبعدين تعالوا معي. أول شي حظبط حالي، حظبط مكياجي، بعدين أخذكم نعمل فتلة بالبيت اللي أنا فيه، وبعدين نطلع مشوار. فتعالوا معي يلا، خليني أظبط حالي وأحكي لكم كم. أصدقائي أنا هلا فردت شعري ومشطته، الصراحة مالي حابة كثير أحط مكياج أوفر، فحابة أحط بس حمرة ومسكرة. عندي هون أنا الأغراض، تمام. فحط بس حمرة ومسكرة وورجيكم، وتعالوا نشوف البيت يلا. تعالوا معي. أوكي أصدقائي، مثل ما كنتم شايفين حطيت حمرة ومسكرة، وتعالوا يلا نعمل جولة سريعة بالبيت ونطلع لبرا. فتعالوا يلا معي بسرعة. أوكي أصدقائي، منفوت من الباب، هاي هون مراية وقصصي لحد يطلع، هون الحمام، وفوق في درج. بكرة باخدكم على الدرج، تعالوا لأخذكم لهنيك لأنه أهلي قاعدين. فيلا تعالوا معي. سو أصدقائي مثل ما كنتم شايفين هون الصالون هيك، وهلا باخذكم على الصالون الثاني بس مبينين أهلي شوي. أصدقائي المطبخ مثل ما كنتم شايفين مطبخ كتير عادي كتير حلو. تعالوا حاخدكم على الجنينة، تمام. هلا حقلب الكاميرا. مثل ما كنتم شايفين جنينة حلوة وهيك، هي طلعت البيت. يلا تعالوا معي مشان نطلع، وهي أنا إذا مبينة مع البينة. يلا خلونا نطلع. 2 hours later. أصدقائي هلا أهلي بس يفوتوا لجوا، بصور لكم برا القعدة كتير حلوة، خرجة كأنه الواحد يقعد ينبسط يشوف فنجان قهوة. يلا هلا تعالوا معي لورجيكم برا، بس خلصوا أهلي.
The next day. Everybody, يسعد لي صباحكم يا رب من اليوم الثاني. اوكي وين نحن؟ نحن هلا بالبيت، رايحين على المنطقه اللي كنا فيها امبارح، بس حابه اورجيكم الاوتفيت تبعي. يلا تعالوا معنا. اصدقائي هي الاوتفيت تبعي مثل ما لكم شايفين، فستان خفيف ونظيف. هلا تعالوا معنا لنروح، يلا تعالوا معنا.